اشترك إذن 57,274 تلميذ بكل لبنان. نجح منهم 46,837 تلميذ، أي أعلى نسبة منذ سنوات. 81.78% من طلاب لبنان، من تلاميذ لبنان اللي قدموا على الشهادة المتوسطة نجحوا. 11,744 جيد على 46,000، يعني كمان هيدي نسبة جيدة. 7,332 أخذوا جيد جدا. بالمواد اللي عنا التابلو اللي هون بيقول أنه أضعف شيء كنا باللغة الأجنبية، وبرجع بتوجه للي ما حالفوا الحظ، تقال له موعدنا بعد بضعة أسابيع، ومثل ما شايف إذا في 81% نجحوا، ال 19 شرة إن شاء الله بيكونوا ناجحين بأواخر آب